وهذا ما ذكرها أيضا الشيخ سعدي رحمه الله في رسالة لطيفة سماها الوسائل المفيدة إلى الحياة السعيدة، أن الإنسان يوطي نفسه على أسوأ الاحتمالات. إذا كنت أنا والله أقوم أروح وأجي لكن علي ديون، أقول الحمد لله أنا أشوف من فلان اللي على السرير له سنين ما يتحرك، ولا الحمد لله أنا أشوف من فلان اللي مقطوط في السجن لأن عليه قضية ولا عليه مديونيات وكان سبب في سجنه. إذن وطن نفسك على أسوأ الاحتمالات، تقول الحمد لله أني أنا ما صرت مثل فلان. هذا في الأمور الدنيوية. أما في أمور الدين انظر إلى من هو فوقك، شوف فلان ما شاء الله ملتزم، فلان مستقيم، فلان حافظ القرآن، فلان يطلب العلم، فلان ما شاء الله مع الصلوات، الصلوات الخمس كلها مع الجماعة في الصف الأول. هذا الذي أنت حرص عليه.